صباح النور. صباح النور. اش داك الشيء سيدي محمد؟ هذا خويا كريب بايتي اللي فيه الزقلي، بزاف ديال الكليان قال لك بغاوه باغي يديروه كادويات. هذه المره هذه غندير واحد الفيديو يعني ميكس، بزاف ديال الكليان كيتشكاو قال لك كل مره كنخلصوا ليفريزو، يعني فيما ديروا شي فيديو كنشريو كتزاد لينا 1000 ريال، عافاك دير لينا شي فيديو يكون مخلط باش نشريو 4 5 ديال البياسات مختلفين ونخلصوها ليفريزو وحده. داك الشيء اللي درت اليوم دابا انا. هاد البريو هذا كيبان اليوم السي بشعيب سرديو بكرونو باين. هذا كريب وهاد الوينات هما اللي كاينين، يعني ما بقاش فيه الوينات. الثمن هاد الفيديو هذا اللي كنوريكم دابا كلشي ب 4000 ريال، يعني كاع البياس اللي غنبينو في هاد الفيديو 200 درهم. كاع ما تسولو بشحال هادي وبشحال هادي وبشحال هادي. هذا كريب بايطي كان ب 400 درهم ودابا 200 درهم، هما الوينات ديالو. هما الميتراج راه جوج ونص على متر ونص، خفيطين، جلابة، قميص، صالح للطال، ستنبات، كلشي. وهاد البريون ديالو ما عمرو غادي يحيد، يعني هاد لابريونس هدا أوريجينال منسوج معاه، البريو هدا منسوج معاه، يعني راه ماشي راشين السقل اللي فحل منه. ردوا البال على المسألة هادي. كاين هاد الموديل هدا تا هو. هذا ديك دغادو صواري. السلام على لاباس بخير مبارك فيك. هذا دغادو صوا مخطط كان ب 7000 ريال دابا 4000 ريال. الله كاين بياسات قلال، الوينات قلال. بغيتي راه غادي تصيفط النويمرا تراهم تحت صندوق الوصف اول كومونتير ان شاء الله. راه نهار خميس راه غادي نحبسوا لي بريزون، غنبقاو نبيعو نسري، ولكن اللي بغات شي حاجه راه غادي نقولي ولا البياسه ديالها وغادي ناجلوها لها ورا العيد عاد نصيفطوها لها. انا عارفينكم دابا مرونين مع هادشي القضيه ديال العيد. الا ما نزيدو عليكم عاوتاني التروينات حتى ديال الثوب. غادو صوا مخطط من 7000 ريال ل 4000 ريال. تلوينات زوينين اللي بقاو فيه صراحه، تلوينات زوينين. هاد العرض اللي كديرتها سمحان صراحه قلتي ماشي الروينه، يعني يستحق الروينه يستحق العناء، يعني تلا كوموندي دابا يعني شي حاجه اللي ما غاديش نلقاها، وتلا ضربت ثمره كيف كنقولوا يعني كاينه المعنى. من 400 درهم ل 200 درهم راه ثمن زوين سمحان. بالنسبه للعبار وافي جوج ونص ديما كيف العاده على ميكرون، تصلح جلي لي ويصلح الكريبين، وهذه هي الفرصه ولا بلاش. ماشي الفرصه غير بالهضره، الفرصه بالفعل كيف كديرها خاص محمد. نهار على نهار كتخلعني انا بعدا. وترى الحولي هذا عيد ديال الحولي راه شعيب، الا ما درناش بحال هكا الكليان مسكين كي هكا هو مبرون، نتعاونوا معاه نديروا معاه الصواب نقولوا له راه قلبنا معاك حتى حنا قلبا وقالبا باش غير الهضره. يعني كاينه اللي كتبغي تزيد على الحولي حوايج وحدين اخرين، يعني كتزور العائله ديالها بالكادويات ديال التويبات، حنا نخفوا عليك شويه ديال ديال المصروف. لا لا يخدمك على الله. شاباش كنقول لكم دائما كومونتير الله يحفظكم، مثلا كومونتير كنقول غير الله يحفظكم. الله يكبر بك الحاج، الله يكبر بك. امين امين. لا لا يخطيك الحاج، الله يجازيك خير. عرفت هذاك ديك النهار شاباش ماشي شبابش. شاباش صافي على الله. شاباش تحيه لشاباش، تحيه لشاباش. لا لا يخطيك اختي شاباش. لا لا انت من تاوله. من تاوله حدا القنطرات غفسعي. هذيك لا تحيه لتاولات. هذا السوس ديال خاص محمد. السوس ديال هذا مخطط فيه 3 متر ونص، وهذا السامبل كاين جوج ونص كاين 3 متر. يعني راه جوج ونص خارجه خارجه، غير حنا كنزيدو صافي ولفنا الزياده كنزيدو صافي. مال الكوبو عادي اختي ديالك راه جوج متر ونص على متر ونص، اصلا راه كيدير غير جوج وثلاثين، حنا كنديرو جوج وخمسين جوج وستين، وكاين اللي كتلقى 3 متر و 3 متر ونص. انا ولفنا الكليان ديالنا العبار الوافي لوفا في كلشي، رميساء متميزه في كلشي. جوج وثلاثين جوج وعشرين. بغيت نقول واحد القضيه، مساله اخرى سمحت، بالنسبه للحجاج اللي كيبغيو يجيبوا الكادويات ديالهم كيقول لك لا انا كنجي متقلى من لهيه ولقيت الاثمنه لي يعني طالع على رميسا، راه ناخذ من عند رميسا وراه تما كادوات، يعني راه توب توب، يعني حتى هذوك الناس تما راه ملي كنشريو حنا ملي كيشريو هما والثمن ديالنا حنا ناقص على الثمن ديالهم هما. ها الفرصه اختي جاتك، يعني بلا ما تجي متقلى ومرونه وداك الشيء، خذي لك سويبات من هنايا ومن تجي عاوتاني ها الكادوات ديالك. جيبي باليستك خاوي اختي، ما تحتاجيش ليه الزي معاك، جي خفيفه ظريفه وجي عند رميساء وتقدي على خاطرك. راه ما لقيناش جهد، مره نجيب لكم حتى الما ديال الزمزم كاع ما نبقاو متقلين به. وييه ها
السوسدي هذا الدراري اللي كنوريكم دابا السوسدي السوسدي ترونسبارون غير باش ما نسرحوش يعني راكم عارف السوسدي كيفاش كيكون يعني السوسدي كيكون كيبين يعني ترونسبارون كيجي دو بياس كديري تحس منه اللي بغيتي انت على الذوق ديالك الايني ولا شي حاجه مزوق فلاور جوهره اي حاجه كتمشي معاه علاش حيت كيبين اسمح لي شنو عاوتاني هذا الشيء هذا خويا ديال 6000 ريال وكاينين مليفات ديال 7000 ريال كاينين مليفات ديال 6000 ريال خلطناهم وما نقولوا لك 4000 ريال اخويا هانت واش غنوش هاد الطريقه باش كتحط شوفوا 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 الحريفيه شوفوا راه كيدير لك حط الحطه يعني بهاش هذا يتخيط بهذا وهذا يجيب هذا ورد عليا وعطيني عقلك وحد حل بالك معايا يعني راه ميسا كيف كنقولوا شوف 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 نتمنى تفهم هذا المعنى اللي حط لك هاد الحطه السمح باش كيقصد بها يعني هذا تخيطيه بهذا ياك السي بشي اه يا سيدي اللي كيشوف تحبوا النظر اما اللي كيسحبك واش غير كتحط هكاك اسمح لي راه ما كيبانش ليا جو تعطيش غير هكاك هذا تخدميه بهذا قالوا بالحكمه وعارف شنو كيدير عرفتي البلور هو كيفاش كيصدق مع البياض يلاه قولوا لي انت هادي لا اه الا ما كاينش اللي غادي يقول لا اسمح الحطه ديال الورا دوزنا فيها أربعة السوايع باش نقرمير الواد بحال هكا باش نحط واحد كاينش اللي يقول لك لا اسمح لي غير خويا اللي حسدك ولا غير منك ولا عدوك هذا هو ما كاينش اللي غادي يقول اما الخدمه راه هي مغيزه وتبارك الله عليك انا سيدي شوف هاد الاوروج كيفاش كيجيب لك حلاوة تاني قول لي وفينكم الدواق جمجموه يلا كل شي 4000 ريال الجيم والبارطاج والسبسكرايب ايوا واش نقول لكم بالصحه والراحه وعواشركم مبروكه ان شاء الله دابا نشوفوا لكم شي عاوت واحده اخرى بالنسبه للناس اللي كيقول لك بغينا نتقداو 4 5 بياسات يعني ميكس مخلطين باش نخلصوا على ليفريزون واحده هذه هي الفرصه ديال المناسبه والصحه والراحه